أقدم أمامكم أجمل الأقوال. قال أحد العقلاء: أمس الدابر لا يعود، يعني إذا مضى اليوم ومضى الوقت ومضى الزمان فهو صار أمس، وأمس الدابر لا يعود. قال أحد: حب الثناء طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان طبعت على أن يحمد، والثناء والحمد والتعريف هذا محبوب الإنسان، الإنسان يحبه بطبيعته، يحب الثناء عليه. قال أحد: إنما البشاشة حبل المودة. معناه المودة حبلها أن تلاقي كل أحد ببشاشة وجهك، بطلاقة وجهك. إذا تلاقي أحد فلاقه ببشاشة وجهك وبطلاقة وجهك، يمكن لك أن تكسب مودته. لماذا؟ لأن البشاشة حبل وذريعة المودة. قال أحد العقلاء والأطباء: كثرة الطعام تفسد الأبدان. إن الأكل الكثير يفسد البدن، يفسد الجسم، يفسد الدماغ، يفسد العقل، يفسد الطبيعة. كما قال أحد العقلاء: البتنة تفسد الفتنة، يعني إذا تأكل كثيرا فهي بطنة، ملء البطن، فهذا تفسد الفطنة، يعني الرجل لا يبقى فطينا وعقيلا. قال أحد العقلاء: سريع الغضب كثير الزلل، يعني الإنسان سريع الغضب، يغضب بكل شيء بسرعة، فهو يزل كثيرا، في كل موضع يزل، في كل مقام يزل، في كل مقام يخطأ، يكون غلطان في كل موضع. قال أحد العقلاء: عواقب المكاره محمودة، إن المكاره لا تكرهها، فإن المكاره عواقبها وعاقبة أمرها محمودة، يحصل للإنسان النجاح والفوز. قال أحد العقلاء: من يبكر إلى عمله يغنى ويسعد، يعني إذا تريد أن تصير غنيا وسعيدا فبكر إلى عملك، افعل واعمل مبكرا، قم مبكرا، اذهب مبكرا، كل ما تفعل وتعمل من العمليات فافعلها واعملها مبكرا، فبهذا تصير غنية وسعيدة. قال أحد العقلاء: من يفرط في السهر يضعف ويسرع إليه الهرم، يعني المفارقة، الإفراط في السهر، فبهذا يصير الرجل ضعيفا، تضعف قواه، ويسرع إليه الضعف، ويسرع إليه وتسرع إليه الشيخوخة، يصير شيخا ويأخذه الهرم، الضعف. قال أحد: من يكثر مزاحه تسقط هيبته ويزيع احترامه. معناه الرجل الذي يكثر المزاح في كل مقام وفي كل موضع، لا يميز بين المواضع والمقامات، ولا يميز بين الرجال، فيمزح مع كل أحد،
تسقط هيبة كما قال ابنه كما قال حضرة الحضرة عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، وتسقط هيبته لا تبقى هيبته، وكذلك يضيع احترامه لا يحترم أحد، إنما يسير سخرية. قال أحد: من استخف بالصديق ذهبت مودته. إن لا تستخف ولا تحقر صديقك، لا تستخف به تذهب مودتك. إذا تريد أن تبقى مودة صديقك فاحترمه وأكرمه. قال أحد: لو احترمت الناس لاحترموك. إن إذا تريد أن يحترمك الناس فاحترم الناس، فإن احترامك للناس يكتسب احترامهم لك. قال أحد العلقلاء والعلماء والأفاضل: تأدب تأدب، فإن الأدب زينة في الغناء، وكنز عند الحاجة، وعون على المروءة، صاحب في المجلس، مؤنس في الوحدة، تعمر به القلوب الواهية، وتحيا بها الألباب الميتة، وتنقض به الأبصار الكليلة، ويدرك به الطالبون ويدرك به الطالبون ما يحاولون. فإذا تريد أن تصير مزينا في الغناء فتأدب بالأدب الحسن، وتريد أن تكسب كنزا عند الحاجة فتأدب، وإذا تريد أن تصير طالبا ما تحاول فتأدب. سأل بعض الحكماء: أي الأمور أشد تأييدا للعقل وأيها أشد إضرارا به؟ يعني أي أمر وأي الأمور تؤيد العقل وأي الأمور تضر بالعقل؟ فقال: ثلاثة أشياء تؤيد للعقل وتفيده. الأول مشاورة العلماء. إذا تريد أن تزداد أن يزداد عقلك وتزداد فطنتك، وتريد أن تصير عقيلا وفطينا، فشاور العلماء، فإن العلماء مخلصون. فاستشر العلماء، هم يشيرونك إلى شيء حسن، يشيرونك إلى شيء يفيدك، يشيرونك إلى شيء لا يضرك. الثاني جرب الأمور، تجريب الأمور، جرب الأمور فلا تخسر، فلا تخسر في حياتك. الشيء الثالث حسن التثبت، تثبت بطريقة حسنة لكل شيء، لا تخف ولا تهرب ولا تفر من شيء، لا تترك أي شيء في النصف، بل أكمله وتثبت له، فبهذا يزداد عقلك. الأشياء الثلاثة التي تضر بالعقل فهي هذه: الأول العجلة، العجلة من الشيطان الرجيم، الإنسان العاجل المتعجل يخسر في كل شيء، هو يتعجل، فبالعجلة بعض الأمور لا تتم، ففي ذلك الوقت الإنسان يترك وتنقص همته فيهرب، فبهذا عقله أيضا ينقص، وفي أعين الناس يصير ساقطا. الشيء الثاني الذي يضر بالعقل هو التهاون. الثالث الاستبداد. قال أحد العقلاء: كلب جوال خير من أسد رابض.
يعني تجول واكسب لا تجلس. قال أحد العقلاء: العجول لا يجد فرحا. لا يجد العجول فرحا، لماذا؟ هو يعدل في كل شيء، والفرح والسرور إنما يكسب بالتأني، ولا يجد الغضوب السرور. الغضوب الشخص الغاضب بسرعة يغضب كثيرا، هو أيضا لا يجد سرورا. ولا الملول صديقا، الرجل الملول لا يجد له صديقا، لا يمكن له يكسب صديقا.